الكرام، فأهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا ما يستجد من إبداعات نخبكم السائرين في ركب مهجرنا هذا، حيث نسعى من خلال التواصل معهم لتقديم منجزهم إلى حضراتكم بغية إنشاء الصلاة بينكم وبينهم قبل توثيقها، طامحين إلى رعاية وتجسيد المشهد الثقافي لأبناء جاليتنا في بلاد الاغتراب. ولابد من الإشارة إلى أننا نواصل حرصنا على استضافة شخصيات أدبية وثقافية من محاضرين وذوي الاختصاصات الأدبية والعلمية والإبداعية العامة، التي بمجموعها تشكل الظاهرة الثقافية المميزة لجيلنا الحاضر، لتتعداها إلى الفنون التشكيلية والموسيقى والإنشاد. وإننا إذ نأمل من خلال تواصلكم ومد الجسور بين المنتدى وبينكم أن نرفدكم بكل ما هو جديد في عالم الإبداع الذي ينتمي إلى أصالتكم وإلى الوجه الحضاري الذي يتسم به تاريخكم العريق بين الأمم، مراعين ملاحقة التنوع في مضامير الإبداع مثلما ستلاحظون في برنامج هذه الأمسية، حيث سنتعرض لموضوع النكبة بفقرتين، الأولى قراءة شعرية والثانية فنية، كما حرصت الهيئة الإدارية للمنتدى على ذلك بهيكليتها، الدكتور علي عجمي رئيسا، الدكتور حسن بزي نائبا للرئيس، حنان شرارة أمينا للسر، رفعت المندوي أمينا للصندوق والأعضاء، وسام شرف الدين، علي السندي، كامل بزي، الدكتور هاني بوابي، عدنان شرارة وناصر الحاج. مرحبا بكم ثانية، وأبدأ بتقديم السفير الشاعر الدكتور علي عجمي ليلقي محاضرة بعنوان صناع الحضارة، إسهام العرب في بناء الحضارة الإنسانية. ورغم أنه غني عن التعريف إلا أنني أختصر ذلك، فهو من مواليد العباسية لبنان سنة 1952، حاصل على شهادة الإجازة والماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من الجامعة اللبنانية في بيروت. في إطار عمله الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، كان سفيراً للبنان في السويد وساحل العاج، وقنصلاً عاماً في ديترويت. كما خدم أيضاً في سفارات لبنان في كل من مصر والبرازيل وسلطنة عمان، إضافة إلى وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت. عمل قبل ذلك في مجال التعليم في عدد من المدارس الرسمية في جنوب لبنان، كما في مجال الصحافة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث كان مراسلاً لعشرات المجلات والصحف والإذاعات اللبنانية والعربية ووكالات الأنباء العالمية رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية خلال مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. مؤلف له 10 كتب مطبوعة، 3 مجموعات قصصية، 6 قصص للأطفال وديوان شعر، وهو حالياً رئيس المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. ليتفضل سعادة السفير الدكتور علي عجمي إلى حيث تحن له المنصة. مساء الخير.
بداية أرحب بكم جميعا وأشكر حضوركم ونعتذر على تبذيل المكان لأنه بالعادة كنا نعملها بالمسرح كان عادتنا نعملها بأول يوم أول أربعاء في الشهر ونظرا لمصادفة الأربعاء الأول أحد أيام العيد اضطررنا للتأجيل لثاني أربعاء ومن سوء الحظ أن المكان كان محجوزا في القاعة. في كل الأحوال حضوركم معنا أينما كنا يزيدنا فرحا. صناع الحضارة، بداية لست هنا في معرض الادعاء بأن العرب هم مهد الحضارة، لا أدعي ذلك أبدا، وإنما أؤكد ذلك. هناك فرق كبير بين الادعاء والتأكيد. من اذهبوا أينما شئتم، بالمناسبة أنا لم أفعل شيئا سوى البحث. للأسف تزعلوش، للأسف بتنا شعبا لا يقرأ. تسأل واحد مثلا شو يعني اللوغاريتم؟ بيقول لك هو نوع من انواع الرياضيات تا 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 تا. طيب مين اللي عمل اللوغاريتم؟ ما حدا بيعرف. ما حدا بيعرف انه الخوارزمي هو الذي اسس علم الجبر وهو الذي اسس ما سمي على اسمه. اللوغاريتم اخذوها من اسمه الخوارزمي. للاسف نحن شعب لا يقرا. انا الحمد لله ما زلت اقرا وبحثت طويلا ولدي من الامثله ما يؤكد ما اقوله باننا نحن العرب اساس الحضاره البشريه. لدينا من الامثله ما لا يحصى. طبعا لضيق المكان لضيق الوقت لا نستطيع ان نطال هذه المساله بشكل كافي. ليش قلت بالمحاضرة نريد أن نبحث عن إسهام العرب؟ لم أقل المسلمين، قلت العرب وأصر عليها، أصروا على هذه التسمية علما أن العديد من الشخصيات التي ترد في كتب التاريخ من العلماء والفلاسفة والفيزيائيين و و و و إلى آخره هم غير مسلمين. هناك مسيحيون بينهم، هناك يهود بينهم. ابن ميمون الشخصية المشهورة بالأندلس يهودي، ابن بختيشوع مسيحي كان في بغداد. إضافة إلى ذلك هناك العشرات منهم من أصول غير عربية، عدد كبير منهم من بلاد فارس وآخرون من بلاد الروم. ولكن لماذا أقول أنهم عرب وليسوا أي تسمية أخرى؟ لسبب جوهري، أن جميعهم عملوا إما في ظل الخلافة العربية في العراق في بغداد أو في بلاد الأندلس، يعني اشتغلوا وعملوا تحت راية حكام عرب وباللغة العربية. كل ما أتوا به كتب باللغة العربية. إذا بحثتم في كتب التاريخ ستجدون أمرا عجبا. هناك مرحلة يمكن أحيانا نقعد نتناقش فيها، نحكي فيها بالدين والسياسة، بس ما بنحكي فيها بالعلم والحضارة والنهضة العلمية، اللي هي مرحلة الحكم العباسي. هذه المرحلة كانت فعلا العصر الذهبي من سنة 750 منذ سيطرة العباسيين على مقاليد الحكم وطرد الأمويين حتى سنة 1258 اللي هي تاريخ سقوط بغداد الذي يؤشر لبداية الانحدار في الحضارة العربية آنذاك. هذه الفترة
هلا بتسمعوا بهالايام كثير بنحكي عن كلمه البيئه الحاضنه، انه طرابلس مثلا هل هي بيئه حاضنه للارهاب وما بعرف شو. السلطنه العثمانيه العباسيه هي حكم العباسيين كانت بغداد بيئه حاضنه للعلم والعلماء. مر عليها ثلاثه خلفاء يعني ينبغي ان تدرج اسماؤهم بماء الذهب اينما، بغض النظر عما قاموا به من قضايا اخرى تتعلق بالسياسه والدين، انا اتحدث في رعايه العلم. ابو جعفر المنصور، ابنه هارون الرشيد، وابنه المأمون، هؤلاء الثلاثه بالدرجه الاولى كان لهم السبق في جعل السلطنه اراضي الخلافه بيئه حاضنه للعلم والعلماء. ما بقي عالم او كاتب او فيلسوف او فلكي او فيزيائي من بلاد فارس، من بلاد الهند، حتى من الصين، حتى من بلاد اوروبا الا واتى الى بغداد، لانه كان الخليفه كانوا يكرمون العلماء، يكرمون العلماء. اذا اجرينا مقارنه بسيطه بينما سبحان الله الفتره اللي عم نحكي عنها من 750 لل 1258 وامتدادا سقوط غرناطه بال 1492، يعني عندنا تقريبا 800 سنه من الرقي الحضاري، من الرقي العلمي، بالمقابل تقريبا وفي زمن مماثل كان الاوروبيون يعيشون تحت ركام الظلام، الفتره اللي بسموها